متابعينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم هنا في ختامي المرموم لهذه الانطلاقة، لهذه التحديات المثيرة مع هذه الشعارات المزينة. هناك أيضا ميدان المرموم هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، حيث انطلق مشاهدينا متابعينا الكرام شوطنا الشوط الحادي عشر في انطلاقاته وفي تحدياته المثيرة. كما يسرني أن أرحب بكافة الحاضرين القادمين هنا، المتابعين دائما من قلب الحدث لهذه الانطلاقات والتحديات المثيرة لسن الثنايا. مباشرة أسير إلى المقدمة مع الصدارة الأولى، مع المركز الأول، هذه الهبيبة محمد بن علي بن حماد الشامسي من يقدم لنا الهبيبة، حيث تقدم هذا الشعار، الشعار الكثير والكثير من الإنجازات. المركز الثاني الوصول والتقدم، مشاهدينا متابعينا الكرام الوصول والتقدم في هذا المسار المميز. هذه غيوم سند بن محسن بن حفيظ المزروعي يقدم لنا غيوم اللي احتلت المقدمة في هذا الشوط، بينما المركز الثالث الوصول من الشامخة عمير بن سيب بن معضد المشغوني، هنا وصول على مستوى المركز الثالث، ولكن الدخول في هذه اللحظات حيث تقدمت هذه الأسماء القادمة. هناك الشرود خليفة بن محمد بن زاهر الخيلي في هذه اللحظات يتقدم شعار بن زاهرة، وحيث يقدم لنا الشرود النقلة إلى المركز الخامس، الوصول والتقدم من وبر سالم بن سيب بن سعيد بن عنتر الغفلي. المركز السادس القادمة هنا المنطلقة في هذا المسار، ها هي العبور التي بدأت تعبر من مركز تلوى الآخر، أحياء بن قنوم بن سعيد الاكتبي. المركز الثامن او التاسع هنا في هذه اللحظات القادمة، هنا الواصلة الزمة محمد بن سهيل بن خيرات العامري. والمركز العاشر هناك الوصول والتقدم، هنا شعار محمد بن راشد بن غالب المنصوري. مرحبا بهالي الوثبة، مرحبا بهالي عاصمة الميادين، وشعار بن غالب الذي يقدم لنا هناك هذا ويقدم لنا شعاره في هذا الانطلاق. الله الله، يا هي اسماء قادمة، يا هي شعارات واصلة في هذه اللحظات، باحثة عن الناموس والانتصار وتحقيق نقطة جميلة هنا في هذا الميدان، ميدان المرموم. وفي ختامها هكذا الانطلاق وهكذا المسار، نعود إلى البداية الأولى ومن ثم نعود مع هذه الشعارات، مع العشر المراكز الأولى، الثمانية كيلومترات، المسافة الكافية للتخطيط والتركيز لدى الملاك والمضمرين. البداية هنا، الصدارة هنا، العبور، العبور هي من عبرت، العبور إلى الصدارة الأولى، أحياء بن قنوم بن سعيد الاجتبي. بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات غيوم سند بن محسن بن حفيظ المزروعي اللي احتلت المركز الثاني، المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه الشرود خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي، بينما المركز الرابع الواصلة هنا، مشاهدينا متابعينا الكرام، وصلت هناك الشامخة بشموخها، هذه الشامخة تعود ملكية تعمير بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني. بينما تابع المركز الخامس، هذه اللي وصلت وبرة وبرة، سالم بن سيف بن عنتر الغفلي يتقدم في هذه اللحظات، اللحظات. هناك ايضا الوصول مع المركز السادس، هناك ايضا رهان القادمة بشعار محمد بن راشد بن غالب المنصوري، يقدم لنا رهان
في هذا المسار ويقدم لنا شعاره، بينما المركز السابع القادمة والمتقدمة في هذا الشوط يسلم يزم محمد بن سهيل بن خيرات العامري هنا، زم 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 في هذا المسار، بينما شعار بن حماد الذي بدأ يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة الهبيبة في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة، محمد بن علي بن حماد الشامسي بمتابعة الهداف بمتابعة أبو حمد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة هنا لهذا الشعار، وهذا الشعار الذي قدم لنا اسماء خطيرة ومميزة هنا وسوف يقدم هناك أيضا في الأيام القادمة هنا، والانطلاقات المميزة ليس بمستغرب على هذا الشعار عندما يعود، ولكن هناك الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه مزنة سالم بن سعيد بن حمد العويسي يقدم لنا مزنة في هذا الانطلاق، ولكن أشوف العنود هناك أيضا العنود الواصلة مشاهدينا متابعينا الكرام، العنود وصلت هنا، علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، يا هي اسماء ما يبنى لها طارية إلا في هذه اللحظات، أول نداء وأول إذاعة لهذه الأسماء من خلف العشر المراكز الأولى، أسماء خطيرة أسماء خطيرة أسماء رنانة هنا، يسلم يا سلام يا سلام على هذا العرض، ياهو شوط، ياهي اسماء، ياهي سجلات ذهبية قدمتها، ها هي الشعارات من سن الصغار حتى سن الكبار قدمت الأفضل وقدمت العديد من الإنجازات والتحديات المثيرة، ولكن الناموس أين؟ أين هذا الناموس يا أهل الثنايا يا أهل الثنايا هنا في هذا المسار يا أهل المحليات الأصايل، هجن الداري والاستغراق في كافة انطلاقاتها وتحدياتها المثيرة، البداية وين؟ الصدارة وين؟ على المركز الأول في هذا الشوط الجميل والتحديات المثيرة، هناك أيضا البداية والمقدمة، هذه العبور أحياء بن قنون بن سعيد الاكتبي، ما زالت العبور ما زالت العبور متمسكة بزمام الأمور على البداية الأولى، المركز الثاني غيوم غيوم بن حفيظ غيوم بن حفيظ على البداية الأولى على الصدارة، أهالي الظفرة أهالي الظفرة عند المزروعي، بينما المركز الثالث الشامخة شامخة عندك المشغوني عمير بن سيب بن معضد المشغوني اللي احتلت المركز الثالث، المركز الرابع أرى شعار بن غالب يقدم لنا رهان محمد بن راشد بن غالب المنصوري، يلا يا ابو راشد اهالي الوثبة هناك بامال كبيرة، بينما المركز الخامس الوصول والتقدم من مرموقة هنا سعيد بن عبيد بن سعيد بن روشد السبوسولي، هناك ايضا اول اذاعه او النداء هنا في هذا المساء، الله يا السبوسي خطير خطير خطير، تابعه هناك ايضا في هذا المسار، تابع رعم صيحه هذا، هناك ايضا الرقص الجميل هنا، ولكن اشوف شعار المقطع يتقدم في هذه اللحظات مع السريع حمد بن محمد بن سهيل العامري، ولكن هنا الوصول من مزنة حمدان بن سعيد بن سالم العويسي، مرحبا بمزنة ومرحبا بشعارها ومرحبا بمالكها، هذا هو حمدان يقدم لنا مزنة يقدم لنا مزنة، في هناك أيضا في ميدان المرموم في هناك أيضا تحفة الميادين، ولكن البداية وين؟ اختلط الحابل بالنابل اختلط الحابل بالنابل، الأسماء تغاربت الشعارات في موقع واحد.
واحد والناموس يا اهل المحليات، الناموس بالمرموم غير، الناموس في ختامية المرموم غير، ولكن مزنه 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 اللي هناك هنا باعدت على المقدمة، بدأت تتسلل على الصدارة الكيلومتر الأخير. يا اهل الثنايا يا اهل المحليات، منصة المرموم بانت، منصة المرموم بانت، هناك الأمتار الأخيرة، هذه مزنة حمدان بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي يتقدم على الصدارة الأولى، يتقدم ولكن المركز الثاني الشامخة وصلت عمير بن سيف بن معضد المشغوني، ولكن هنا الوصول والتقدم من السرية حمد بن محمد بن سهيل العامري. يا سلام ياهو رقصة ياهو رقصة، هناك العنود عندك يا بن حاذة، عندك يا بن حاذة، وصل بن حاذة، ولكن هناك علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي 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 بدأ يتقدم، بدأ يتقدم مع العنود، العنود عند الرميثي يأتي هنا في هذا الرقص، هناك أبو خليفة أبو خليفة ما بين العنود ما بين الشامخة مزنة، العنود العنود على مقدمة هذا الشوط على الصدارة الأولى عند الرميثية، أهالي السمحة أهالي السمحة، ولا هناك أيضا أهالي، هناك أيضا إلى دانة الدنيا دبي وأهالي مشرف، أهالي المشرف سلام يا الرميثي، سلام سلام يا أبو خليفة، سلام كفيت وفيت بهذا العرض الجميل. المركز الثاني اللي هي وصلت مزنة حمدان بن سعيد بن سالم العويسي، المركز الثالث وصول وتقدم من السرية حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، والمركز الرابع وصل هناك أيضا الشامخ عمير بن سيف بن معضد المشغوني، والمركز الخامس هذه توافيق خالد بن مطر الطنيجي. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام، هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى. أعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول 12 دقيقة 24 ثانية، 9 أجزاء من الثانية كان من نصيب هنا العنود علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، وسلام للمشرف سلام. المركز الثاني هذه مزنة 12 دقيقة 26 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا لراعي مزنة هنا حمدان حمدان بن سعيد بن سالم العويسي، والتهنية لسعيد بن سالم بن حمد العويسي هنا. بينما المركز الثالث 12 دقيقة 26 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، هناك أيضا من نصيب وشعار بن عويضان، تهانينا والناموس لكافة الفائزين.